السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة النهاردة مع أعز مشاهدين في الدنيا. برنامج نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم ومعانا الدكتورة روعة أخصائية التغذية. مرحب بك يا دكتورة. أهلا بك يا شيف، مساء الخير على كل مشاهدي نكهة خاصة. إن شاء الله لأن نكهتنا هتكون خاصة جدا، خصصنا لكم فيها أنواع من نوع من العصائر وكمان نوع من التحلية الباردة اللذيذة اللي بتكون جميلة جدا في فترة الصيف. وأكيد كمان شيف محمد عامل لنا نوع جميل جدا من الفطاير بخصوص انه ناس كتير بتحب الفطاير، وحنشوفه حيبدا لنا بشنو ان شاء الله يا دكتور. النهارده طبعا عامل لهم طبق فطيره بس بدون عجين. يعني احنا هنعمل بحاجه غريبه كده تكون سهله في البيت، نغير شويه عن الروتين اللي احنا تعودنا عليه. وهنعمل سلطه مشكله بالخضروات، وزي ما الدكتوره قالت طبق حلو بارد بينفع مع الجو الحاره ديت، وعصير خفيف وصحي ومفيد في نفس الوقت ان شاء الله. هنبتدي اول طبق مع بعض، هنعمل مع بعض فطيرة باللحمة المفرومة بس بالعيش. النهاردة هتكون شكلها هنشوفها مع بعض، بس نحضر مع بعض، نعصج اللحمة، نكون مجهزين حاجاتنا جنبنا كده، هنشوف مع بعض هنبتدي ازاي. اول حاجة هننزل باللحمة المفرومة على النار، ننزل معانا هنا دي اللحمة المفرومة، وعن كده البصل والثوم، هننزل بشوية زيت كده خفيفة، نبتدي نعصج البصل الأول زي ما اتفقنا، معاها شوية ثوم، ننزل باللحمة المفرومة هنعصج الجزء ده من اللحمة، وهنعمل طوة تانية فيها شوية فلفل ألوان، نقطعه خشن شوية كده يعني مربعات صغيرة، وهننزل بيها برضو بالفلفل معاها. الفطيرة النهاردة فيها مكونات خفيفة اللي هي تعصيجة اللحمة والفلفل، ممكن تعمليها بالدجاج، ممكن تعمليها بالسمك، مفيش مشكلة. هنعمل زي بشاميل بس عار بارد. ازاي؟ هنحط معاه زبادي، كوباية زبادي كده، نقلب بس اللحمة. فطبعا قلنا ننوع النهاردة دكتورة عشان الناس متعودة على الفطاير والمعجنات والحاجات الدسمة الشديدة، النهاردة قلنا عملناها بالعيش. هنجيب العيش المخبز العادي تمام ده، ونقطعه شرايح كده رفيعه تمام زي ما انتم شايفين. العيش العادي اللي احنا بناكله كل يوم بالطبيعه العاديه، بس النهارده هنعمله شكل فطيره تمام، ونقطعه شرايح صغيره زي دي كده تمام بالشكل ده. والسماكه دي نقطعه صغير عشان احنا هنعمل منه طبقتين، فما يكونش حجم العيش كتير. كل ما يتقطع رفيع كل ما يبقى محمص معاكي اكتر يعني كده. طيب بمناسبة انه الليلة يا شيف انت مستعمل الزبادي في كم طبق، الليلة حقول لكم فوائد مهمة جدا للزبادي. الزبادي احنا ممكن نتناوله او نديه للاطفال من عمر 7 شهور لحد يعني اول ما يبدأ التناول بتاعة الوجبات الخارجية، ممكن يتناوله من عمر 7 شهور. ليه؟ لانه مفيد جدا له، عكس الحليب تماما. الحليب العادي احتمال يكون عنده في بعض الاطفال بيكون عندهم مشاكل معاه، عكس الحليب. عكس الزبادي، الزبادي ممكن يتناولوه عادي، مفيد لزياده للناس اللي بيعملوا تخسيس، للناس اللي عندهم مشاكل في المعده كمان برضه مفيد، للناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الشعر برضه بيساعد في يعني الشعر ذاته يكون قلل نسبه التجصف اللي بتكون فيه. للبشره كمان مفيد، للحوامل غني جدا بالكالسيوم، برضه بيساعد الحوامل في انه الكالسيوم بتاعهم يكون زايد، فبيكون مفيد جدا لهم، لانه طبعا زي ما عارفين الحوامل بيحتاجوا لنسبه عاليه من الكالسيوم. طيب يا دكتوره احنا ابتدينا الجزء الاول منها اللحمه المفرومه، بنعصجها ونعصج الفلفل كده مع شويه زيت او حته زبده بسيطه تمام. الالوان كده تقطعيه مكعبات عشان يديكي شكل برضه في الفطيره،
ودلوقتي هنعمل الخلطة زي البشاميل كده على البارد. هنشوف بس مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مرة تانية. زي ما شفنا مع بعض المكونات سهلة بسيطة. احنا هنضيف معاها كمان جبنة موزاريلا هنقطعها شرايح كده، وزي ما اتفقنا العيش بنكون مجهزينه. هنكسر هنا اربع بيضات مع كوباية زبادي كبيرة. تمام، نعصق بس اللحمة هنا، نحط معاها الملح فلفل بتاعها، تطعميها تطعيم كامل. بالشكل ده كده هنعصجها بدون طماطم، يعني احنا ما هنعملها زي بتاعه البشاميل اللي ممكن تحط شويه صلصه او حاجه زي ديت، لا احنا هنحط الفلفل الالوان هيغني عنها عشان ما تكونش نسبه الميه فيها كتير. تمام سيبها تستوي كويس. معانا اتصال من سلمى من كريمه. مساء الخير عليك يا سلمى. سلام ورحمه الله وبركاته. ام سلمى اهلا بك، كيف انت؟ كويسه؟ كيف احوالك؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. تسلم محمد. الله يخليك، ازيك يا ام سلمى؟ الله يبارك فيك. الله يخليك، تسلمي. تفضلي. انا عملتها. نعم، معلش الصوت بس شويه عليك. عملتها بالرجادي. تمام. يلا بس ما ظبطت معي، ما فصلت، ما عاد تسبب في اني انا كريم كراميل جبت جاهز. وقلت عملته بطريقتك من جد، يعني عملته في الناس. طب ايه رايك انا اجي لك في كريم اعملها لك؟ يا سلام والله حاطه كريم. تمام. يا ريت يا ريت لو جيتوا. نجي لك على عيوننا. حاضر والله. الله يبارك فيك. الله يخليك، تسلمي يا رب. الله يسلمك. طيب بصي يا ام سلمى، انا هقول لك على حاجه. سبب فشل الكريم كراميل، او انت زي ما بتقولي جبت الجاهز، الجاهز المفروض ما يفشل معاكي الا بالطريقه اللي انا قلت عليها، اللي انتوا حطيتوا ميه بارده، اللي هو الحمام الميه اللي احنا بنعمله تحت في الصينيه، بيكون الناس بتحط تغلط وبتحطوا ميه بارده. لا، انا عاوزك تحطيه ميه سخنه. الميه السخنه بتمسك معاك الكريم على طول قبل الكيك، يعني قبل ما الحراره تمسك الكيك فوق يستوي بيكون الكريم كراميل اساسا استوى تحت. فانت حطيتي شكلك ميه بارده صح؟ حطيت ميه بارده والمشكله اني انا ذاته نجدت كريم كراميل. لا انت ما تنجديه، وانت حطي كله ني في ني، بس حطي الميه السخنه اللي في حوض الحمام، الميه اللي تحت ده تعمليه ميه سخنه. ايوه هتظبط معاك الكريم كراميل، ما هيفك منك خالص. ان شاء الله. ان شاء الله. وهجي لك برضه كريمه ان شاء الله. لا ريت تشرف والله. عيوني حاضر. الله يخليك، تسلمي الكل. الله يسلمك. شكرا ام سلمى على اتصالك الجميل.
طيب يا شيف. دكتوره انا هنا حطيت 4 بيضات كوبايه زبادي. ده احنا بنسميه بشاميل على البارد يعني. ما بسويه على النار. تمام. بنضرب كده البيض والزبادي كويس جدا ونحط معاهم زي 3 معالق دقيق كده. تضيفي شويه شويه على حسب القوام بقى اللي انت عاوزاه، زي 3 معالق كبار دقيق عشان يتمسك معاك يعمل لك زي العجينه الخفيفه كده. تمام. تمام. هنطعمها شويه ملح خفيف كده، معلقه ملح مثلا عليها عشان طبعا الزبادي فيه نسبه املاح وحامض. أيوة. في نفس الوقت نقلبها كده، اضربيها كويس لحد ما تحسي ان الدقيق خلاص داب جوه الزبادي والبيض كده بالشكل ده. شايفه بقت عجينه زي البشاميل بالظبط لو عملناها كده. أيوة. شايفه بشاميل. اضربيها، كل ما تضربيها كويس كل ما بتكون معاكي ناعمه. زي ما لاحظنا قبل شويه الشيف محمد عمل اللحمه المفرومه في اخر مرحله ضاف ليها الملح. ذكرت قبل كده انه دائما التتبيله او خصيصا الملح في اللحوم خصيصا دائما يتضاف في الاخير. ليه؟ لانه اللحمه لما تديها ملح من الاول بتقوم بتطلع العصاره فيها كلها، فاحنا كده بنكون فقدنا القيمه الغذائيه بتاعتها، فدائما يفضل الملح يترشى في الاخر. او كمان يا دكتوره الملح بيعطل عمليه التسويه، ما بيفيد. أيوة. الميه بس بيعطل عمليه التسويه، يعني انت كل ما تحطي الملح متاخر في اخر مرحله في التسويه اللحمه بتسوي معاك بسرعه. سواء في القطع الكبيره او المفرومه او اي نوع لحمه انت بتعمليه كده. خلاص احنا جهزنا البشاميل على البارد، قلنا 3 معالق دقيق، 4 بيضات، وكوبايه زبادي، وذره ملح خفيفه. تقلبيهم كده كويس لحد ما يبقى عامل زي البشاميل كده معاك بالشكل ده، خفيف كده ما يبقى تقيل. تمام. هنخليه هنا على جنب. نجيب معانا الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. ممكن ما يكونش عندك الاطار اللي زي ده عشان تفكيه او تعمليه. لو انت هتعمليه الصينيه بتاعه البيت العاديه، بتدهني شويه زيت خفيفه معاهم تعفير الدقيق زي ما بتعملي الكيكه بالظبط، تدهنيها عشان ما تمسك معاكي في ارضيه الصينيه، تعرفي تفكيها هتطلع معاكي زي الفطيره. تمام. هنا يا دكتوره خلاص ندفع الخضار، خلاص استوى، احنا بنشمعه بس تشميعه خفيفه مش عاوزينه ننزل نسبه الميه اللي فيه. وهنا اللحمه برده خلاص استوى. هنبتدي نرص بقى العيش هنا، ناخد شويه زيت خفيفه بس في الارضيه، وتدهني القالب بتاعك كده زي ما اتفقنا. انا ده عامله كده بالزيت بس عشان انا هفكه بعدين. طبعا. لان ده بيتفك. لكن لو انت عاملاه في صينيه بتاعت الكيك عفريه بشويه دقيق خفيفه كانك هتعملي كيكه عشان تطلع معاك القالب ما يلزق منك في الارضيه. تمام كده بالشكل ده. ونبتدي نرص العيش كده جنب بعض. طبعا احنا الليله الوجبه بتاعت الفطيره بتاعتنا مفيده جدا لانه فيها البروتين اللي احنا محتاجينه، كمان الفيتامين اللي احنا بنحتاج له زياده على العيش مع الزبادي، دي كل القيم الغذائيه اللي احنا بنحتاج لها. كمان الفلفل الاخضر او سواء اصفر او احمر غني جدا بفيتامين سي، نسبه الفيتامين سي فيه عاليه جدا، وكمان الانتي اوكسيدنت اللي هي مضاده لكل الالتهابات ومضاده لكل الامراض او انواع الامراض اللي بتصيب الجسم ان شاء الله. انا دايما بخلي الفراغات اي قطع عيش بروح حاططها بكسر كده قطع صغيره عشان ما اخلي فراغات كبيره في الاجزاء اللي تحت بالذات. تمام. عشان تتمسك معاكي الفطيره تبقى بالشكل ده كده. كده قفلنا الطبقه اللي تحت. تمام. هنحط عليها الجبنه الموزاريلا شرايح بالشكل ده كده. بكون عندي جزء تاني بشره، يعني انا بقطع جزء سليم زي ما هو كده عشان اقفل المسام بتاع القالب. عندنا اتصال اخر من كريمه، منوريننا كل الناس اللي بتصلوا علينا. من كريمه، مساء الخير عليك يا زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. محمد. الله يسلمك، تسلمي. عملته طبعا بالحصان وطلع كويس يعني. جربتيه يعني الحمد لله طلع كويس معاكي؟ ايوه كويس. جبت كده الايه؟ اللي هو من البرنامج في رمضان يعني شويه زمان، طبعا زمان الشغل كده كنت بكون في المدرسه، لا ان شاء الله.
احنا هنكون معاكم في زمن كويس جدا، هتكوني بتطبقي معانا ان شاء الله. ما تقلق ان شاء الله هعمل لكم زمن كويس مناسب ليكم عشان تباشروا معانا مباشر وان شاء الله تنفذوا معانا على طول. ايوه لا لا ان شاء الله حاضر. شكرا يا زهرة على اتصالك. كده دكتورة خلاص انا قفلت هنا مثلا بتاعت جبنة الموزاريلا عشان لما تسيح تمسك العيش كله مع بعض يبقى طبقة فطيرة واحدة. هنبتدي نحط مع بعض جزء من العجين ده كده. ممكن اضيف له بهارات تانية غير الملح ولا ما بيحتاج؟ ممكن يا دكتوره، طبعا النكهات دي بتبقى على حسب الذوق بقى، بس عشان احنا مطعمين اللحمه ما برشح العيش، بيبقى فيه نسبه ملح والجبنه فيها نسبه ملح والزبادي اللي احنا حاطينه فيه نسبه ملح. فطعم البهارات مش هيظهر كتير فيه لان احنا عاملين زي طبقه كبيره من البهارات في كل حاجه محطوطه. تمام كده بملى المسام كلها كده فوق الجبنه، بقفلها. دي الطبقه الاولى. بعد كده باخد جزء من اللحمه عليها كده، على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها، ممكن تعملي صينيتين ثلاثه على حسب افراد الاسره. ونضغط عليها كده نحط الكميه المناسبه. كده دي اللحمة، هنحط معاها فلفل، الفلفل ونوزعه فيها. بالشكل ده كده. لما تيجي تقطعي بقى الفطيرة بعدين هتحسي بدرجات الألوان دي. أيوة. اللي هو العيش لوحده، بعد كده الجبنة والبشاميل اللي احنا عملناه وطبقة اللحمة. تضغطي عليها كويس كده عشان الحشوة كلها تتمسك مع بعض. تمام؟ ونحط الطبقة الثانية من العيش. ولو مل الخلطة بتاعت الزبادي فيها بيض كنت هقول لك ما محتاجة بعد كده. طبعا، بس هي طبعا عشان تكون فطيرة حجمها كبير، يعني انت بتقطعيها زي القطع البشاميل كده. كده بالشكل ده. زي ما شايفين بتضغطي عليها عشان تتماسك الفطيرة بعدين معاكي، تبقى لما تقطعيها ما تتفكش منها. تضغط عليها كويس كده، بعدين نديها قطع الجبنه وطبقه ثانيه من البشاميل اللي احنا عملناه والجبنه المبشوره. تمام. طبعا السعرات الحراريه عاليه جدا، لكل زول بيعمل في ريجيم ما بنصح انه يتناول منها كميه كبيره. الناس اللي عاوزه تزيد يا دكتوره تاكل دي بس. منها قدر ما هم عايزين. هنديها طبقه ثانيه. ده البشاميل اللي على البارد اللي احنا قلنا عليه، تعملي منه الفطيره وفي نفس الوقت بيكون طعمها زي البشاميل بالظبط. تمام كده بالشكل ده. بتقعد في الفرن كام دقيقه بتحتاج بالظبط؟ هو احنا بنديها وش بس، يعني كل حاجه فيها مستويه من جوه، ما محتاجه غير ان هي تاخد الوش الاحمر اللي احنا بنحبه وخلاص. تمام. يعني ما محتاجه تقعد فتره طويله لان كل حاجه فيها مستويه. كده بالشكل ده. بعد كده نديها شويه جبنه موتزاريلا على الوش وندخلها الفرن. دي كده الفطيره بتاعت النهارده، تالي خفيفه سهله من غير عجين، وهتبقى سهله وصحيه معاكم زي ما الدكتوره قالت، فوائدها الغذائيه كتيره جدا. طبعا اللي عاوزين بالذات اللي عندهم نحافه عاوزين يزيدوا ياكلوا دي وبس. نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية. رجعنا مع بعض مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل احنا كنا اخر حاجه هنحطها الجبنه الموتزاريلا المبشوره، وهتبقى بالشكل ده كده. وبعدين هندخلها الفرن زي ما اتفقنا، ممكن تاخد لها زي 10 دقائق ربع ساعه بالكتير، بس تاخد الوش الجبنه تسيح وتطلعيها على طول تقطعيها، تسيبيها تبرد شويه بعدين تقطعيها.
ودي كده دكتورة عملنا فطيرة خفيفة. تمام؟ هنيجي نعمل مع بعض الطبق الثاني زي مهلبية كده خفيفة معاها طبقات بسكويت، هنعملها في كاسات حلوة جدا. هنأكل أطفالنا البسكويت مع اللبن مع السن الفانيليا صغيرة وشوية سكر، حبيتي تعمليه بعسل، كل دي فواكه حتى ممكن تعمليها فيها تديها لها نكهة وطعم خاص للحاجات الأطفال بالذات أو الكبار اللي ما بياكلوش حاجة بطريقة مباشرة. زي ما بنقول في أنواع من البسكوتات ما بياكلوها، أنواع لبن، حاجات زي دي ممكن تدخلها لهم بنكهة حلوة بياكلوها إن شاء الله مع بعض. إن شاء الله نشوف مع بعض حلو الكاسات بالبسكويت ونرجع مع بعض مرة تانية. رجعنا مع بعض مرة تانية مع حلو الكاسات بالبسكويت. زي ما اتفقنا بنحط كاستين لبن ثلاثة على حسب الكمية بتاعت الكاسات اللي انت بتعمليها، هنضيف معاهم شوية سكر او زي ما اتفقنا ممكن تحطي عسل او السكر السكري للناس السكري. حطي معاها ذرة فانيليا كده صغيرة، نشيلك الزفارة بتاعت اللبن وفي نفس الوقت بتديكي نكهة حلوة، بالاضافة طبعا للبسكويت بيغير معاك الطعم تماما. نبتدي نقلبها كده كويس، هنكون مجهزين معانا نشا، ممكن تعمليه بالنشا وممكن تعمليه بالكاستر، الاثنين ممكن يتعملوا بيهم، دي درجات الوان طبعا، ممكن تعمليه مع الاصفر او لونه ابيض مع البسكويت الشوكولاته بيبقى شكله حلو. نبتدي ندوب النشا كده زي ما اتفقنا بالطريقه دي. تمام، طبعا كده حتى التحليه بتاعتنا اليوم شوكولاته، الشوكولاته طبعا مفيده جدا حتى لتحسين المزاج، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في القلب، ده اذا كانت الشوكولاته داكنه او شوكولاته سوداء صافيه. اما الشوكولاته اللي هي بتكون مخلوطه بالحليب اللي بتكون مصنعه اصلا فيها كميات كبيره من الدهون، دي هنا ما بتكون مناسبه لهم. اما لما تكون شوكولاته خام هنا بتكون مناسبه جدا، ممكن يتناولوا منها قطعه كل يومين، ممكن يتناولوا منها قطعه عادي. تمام، الليله وجبتنا اليوم التحليه بتاعتنا اليوم حتكون غنيه جدا بالكالسيوم، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم اي مشكله في الامعاء، النشا او سواء كان نشا او كستر الاثنين بيحسنوا من صحه الامعاء ان شاء الله. دكتوره كده انا هنزل بالنشا زي ما اتفقنا اول باول عشان يكون خفيف، تاخدي السماكه اللي انت عاوزاها في الطبق بتاعك. تبتدي نقلبها كده بعد ما اللبن خلاص تحس ان هو سخن هيغلي، تضيف السكر وتقلبي النشا معاه كده بشويه لبن او شويه ميه صغيرين. دايما انا بنصح مع الكاستر والنشا والحلويات بالذات الخفيفه اللي انت بتعمليها على النار باللبن ما تعمليها تقيله، لان هي كل ما بتبرد كل ما بتبقى اتقل معاكي، واحنا عاوزينها بطعم ناعم ما يكون فيها يعني شويه تقيله. يعني تضيفي كميه النشا على حسب ما انت حاسه درجه النعومه اللي انت عاوزاها ودرجه التقل بتاع اللبن نفسه. تمام كده ممكن نضيف معاها كمان لو عندك شوكولاته بيضه بتضيفي معاها معلقتين ثلاثه كده شوكولاته تكون سايحه بتديكي طعم ونكهه حلوه. الاطفال طبعا هتحبها لان طعم الشوكولاته بيبقى مميز كمان. طبعا هم ذاتهم في الطور بيكون بتاع نمو، فبيكونوا عادي بيحتاجوا لكميه عاليه من الشوكولاته، اما اذا الطفل بتاعنا بيكون هايبر او حركته كثيره فما بنصحكم تدوه كميه كبيره من الشوكولاته او السكريات عموما، لانه بتدوه طاقه زياده، هو اصلا في الاصل هايبر اكتيف او حركته كثيره واحنا عايزين نقلل منها. زينك يا دكتوره في الكاسات الصغيره دي. اوكي
طيب يا شيف انت هسه حاليا ضفت الشوكولاته ما بتاثر على النعومه بتاعتها؟ لا بالعكس، ده هي بتبقى بتزيد النعومه، ده طعم حلو جدا وفي نفس الوقت بتنعم معاكي النشا اللي انت حطيتيه، بيديكي نكهه حلوه بطعم الشوكولاته بقى، يعني كل الصوص اللي انت عملتيه دوت كله بيكون طعم الشوكولاته. تمام. عندنا اتصال من ام حسام من المتمه. مساء الخير عليكم حسام. مساء الخير ام حسام. الو، اهلين. عليكم السلام يا ام حسام، سامعينك. يا دكتوره روعه، ممكن ادخل شيخ محمد؟ ايوه تفضلي. تفضلي. الو شيخ محمد كيف؟ اهلين يا ام حسام. يا شيخ محمد عايزه اسال عن الزبده في البيت. الزبده؟ الزبده في البيت ممكن يعني ادوبها على النار سخينه ويطلع منها سمنه؟ ممكن تطلع منها، بس دي مراحل من مراحل اللبن نفسها، يعني في حاجات انت بتتعمل بتفصلي منها القشطه، اللبن، الرايب اللي هي النوع من انواع الالبان اللي هو التقيل شويه، تمام؟ انت ممكن تعملي ده كله، بس ده طبعا يا ام حسام لازم تشوفيه قدامك، يعني ما هتقدري تعمليه لوحدك مره واحده. كان زمان بنجيب الزبده البلدي بنسيحها على النار، بتفصل فوق الزبده بتبقى الطبقه الخفيفه اللي فوق، بعد كده السمنه بتكون الطبقه الثانيه. توريني طريقه باستخلاص الزبده. اه وعايز الكريم اللباني. حاضر عيوني. حاضر يا ام حسام. حاضر عيوني. يلا تصبح لك. الله يخليك. تسلم يا رب. عليك كده يا دكتوره. بحط طبقه. ممكن تعمليها على فكره بالكيك، ممكن تعمليها بالبسكويت، تعمليها بطبقه بالفواكه، زي ما انت عاوزه. اي حاجه متوفره عندك في البيت تحاولي تقدميها لاطفالك او الناس كبار، حاجه حلوه في الجو السخن ده تقدمها لهم، تبقى حلو بارد جميل جدا مع الكيك مع البسكويت، اي حاجه متوفره عندك. هنسيبها تبرد شويه وبعدين نحط عليها البسكويت. طبعا هي مع الفواكه حتكون مناسبه اكثر. ليه؟ لانه حتكون بتحتوي على نسبه من الفيتامينات اللي بيحتاجوا لها الاطفال، وخصوصا الاطفال اللي ما بيتناولوا الفواكه ولا الخضروات بيكون عندهم مشكله منها ما بحبوا يتناولوها. ممكن نحط عليهم في الطبق بتاع التحليه كده حيتناولوها لنا، وحنكون قدرنا نديهم النسبه من الفيتامين اللي هم محتاجين لها ان شاء الله. يا دكتوره. طيب يا دكتوره، عاوزين قبل ما نبتدي الطبق الثالث نشوف الصفحه بتاعتنا اطبخ وارسل، نشوف اعزائنا المشاهدين بعت لنا ايه النهارده. عندنا ام محمد عامله لنا بسكويت السمسم، شكله جميل جدا يا ام محمد. ما شاء الله، تسلم ايديك والله، فعلا شكله جميل منظم ومنسق كده. أيوة. حتى التقطيعات شكلها حلو مع السمسم، حتى هي رصاه بطريقه جميله. ما شاء الله، تسلم ايديك يا ام محمد. ريهام عامله كيكه شوكولاته، شكل الشوكولاته ما شاء الله، تسلم ايديك، وشكلها حتى برضه عليه الفول السوداني وجوز الهند، شكلها جميل. ايوه شكلها جميل ما شاء الله، تسلم ايديك يا ريهام. ريهام. فيكي عامله لنا سلطه اسود، الوانها جميله، شكلها خاطف فيها خضروات كتير والليمون. أيوة. شكلها جميل ما شاء الله، تسلم ايديك يا فيكي. منال عامله بسبوسه، شكلها جميل البسبوسه، دي البسبوسه الاسفنجيه اهو. ما شاء الله، تسلم ايديكي. شكلها بكون قريب على بسيمه اكثر صح؟ منه الله ما شاء الله، منه رز بالخضار طبعا كنا عاملينه محلقه امبارح. ايوه مع الزبده. انا شايف منه الله ما شاء الله وجبه معانا على طول. أيوة ما شاء الله عليها، تبقى قاعده جنب الشاشه شكلها بتطبق معانا. تسلم ايديكي يا منه، ودي اخر طبعا مشاركه معانا النهارده، وعاوزين نعمل مع بعض سلطة الخضروات المشكلة. هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مرة تانية.
هنيجي هنا مع بعض نعمل سلطة خضروات مشكلة. تمام. هنجيب حبيتين جزر، لو عندك بطاطس ممكن تحطي بطاطس، فاصوليا، خيار، بسلة، ذرة حلوة، كل دي مجموعة خضروات. ونجيب معاها عشان نطعم طعم حلو مكعبات جبنة كده، إذا كانت بيضة أو جبنة مدفرة أو تقطعي جبنة صفرة شيدر، أي نوع جبنة عندك ممكن تقطعيه مكعبات صغيرة زي الخضار كده وتنزليه معاها. ونجيب معانا كمان زيتون أسود وزيتون أخضر، المتوفر عندك ممكن تحطيه. هنضيف هنا الخضار كده كله ميكس مع بعض، نكون مديله سلقة خفيفة كده زي ما اتفقنا في مية سخنة بملح. للجزر بس صح؟ اه كل الخضروات يا دكتور، انا بفضل ان هم يسلقوا الخضروات سلقه خفيفه، بتحافظ عليها وبتديكي فتره اطول كمان لصلاحيه للناس اللي بتحب تخزن الخضروات. تنزلها في ميه سخنه خفيفه نص سوا وتطلعها تبرد عليها كويس جدا بميه بتلج، وتبتدي تديها شويه زيت خفيفه وتغلفها وتدخلها الفريزر اكياس، يا ريت تكون احجامها صغيره ما تكون احجامها كبيره. تمام. نحط خيار برده متقطع ومعاه فاصوليا، نحط معاها الجبنة، كل دي كلها مكونات سلطة. تمام. ممكن في ناس بتحب تحط الطماطم بس انا ما بفضل، ادام في خضروات ممكن نحط قطع طماطم خفيفة بس على الوش. تمام. طبعا السلطة بتاعتنا اليوم مفيدة جدا، حتى البروتين متواجد فيها بسبب ان احنا حاطين فيها الفاصوليا، لانه يعني تعتبر نوع من البقوليات وفي نفس الوقت نسبتها عالية جدا باحتوائها على البروتين النباتي. عندنا البيتا كاروتين اللي هو متوفر لنا في الجزر وكمان في الذرة، عندنا فيتامين A برضو متوفر في الجزر، فيتامين K اللي هو موجود في الخيار. الخيار طبعا مفيد جدا لكل الناس اللي بيعملوا دايت، للناس اللي حابين يتخلصوا من بعض الوزن الزايد، خصوصا انه رمضان في ناس كثير وزنهم بيزيد فيه. ان شاء الله حنعمل لكم حلقات خاصه انه كيف نقدر نواجه رمضان او نكون مع رمضان في سلام وما نحس لا بجوع ولا بعطش، ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله. يا دكتور انا هنا حطيت شويه مستردة صغيرين. تمام. معلقه مستردة، معلقه ملح، فلفل بسيط اسود، حبيت تحطي شويه زعتر، ريحان، اي حاجه من الاعشاب الناشف، نعناع ناشف. أيوه. ممكن تحطي معلقه خفيفه كده. تمام كده. نضيف شويه عصير ليمون، زيت زيتون بسيط عشان احنا طبعا نحط عليه على الوش. نبتدي ايه نقلبها كده، طعمها تطعيمه تمام التمام. اخر حاجه الزيتون بنحطه على الوش عشان طبعا ده ما عاوزينه يملح السلطه كتير. تمام كده بالشكل ده. بعد ما قلبناها كويس استاذنك يا دكتوره في الطبق. هنيجي هنا بقى نحط الخس، تحطيه ارضيه كده مع الخضار. نبتدي نحط في النص الخضار بالشكل ده، شكله جميل وطبق مفيد من كل النواحي. في مجموعة خضروات كتيرة كمان يا دكتورة. كمان عندنا اتصال من محمد من مدني. مساء الخير عليك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله البرنامج الجميل ده. الله يخليك تسلم يا رب. بسأل، كان قبل كده قلت هتعمل حلقات عن الروحة والمصلى، ان شاء الله تكونوا عملتوها. ان واحد من الاثنين بسأل من القضين، شباب القضين للانسان اللي عنده غرحة او مصان، وجزاكم الله خير ان شاء الله. تسلم كثير يا محمد. محمد بيسأل دايرة والحاجة حلقات عن قرحة المعدة، هي اتعملت قبل كده لكن ان شاء الله حنعمل لكم حلقات ثانيه عن قرحه المعده. وكمان بيسال عن القضيم، هل هو مفيد بالنسبه للناس اللي عندهم قرحه في المعده
والناس اللي عندهم مسران. بالنسبة للناس اللي عندهم مسران ممكن يتناولوا منه بس ما يتناولوا كميات كبيرة لأنه الألياف اللي فيه هو عالية. أما بالنسبة لمرضى القرحة فهو ممكن يتناولوها عادي ما بيكون عندهم مشاكل معهم. كمان بالمناسبة دي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم حتكون الحلقة خاصة بمرضى حساسية القمح سيلياك ديزيز. إن شاء الله انتظرونا. إن شاء الله دكتور. زي ما حضرتك شايفة كده إحنا بنشكل مع بعض تشكيلة من الزيتون على الوش. تمام. سواء الأخضر أو الأسود معاك وبعدين اديها شوية زيت زيتون. كنا أطلع لها جزء من الفلفل كده. كده دكتوره زي ما اتفقنا ننسق الالوان. هنا الخضار لوحده فيه الوان كتيره زي ما شايفين الذره اصفر، الفاصوليا والبسيل الاخضر والخيار الجبنه لونها اصفر، فنحاول ننسق كده شويه الوان عشان نفتح الشهيه اكتر بالطريقه دي. ده كده طبق السلطه. السلطه بقى جاهز. طيب عندنا فاصل عن الذره دكتوره عايزين نشوفه كده مع بعض. تمتاز الذرة بقيمتها الغذائية العالية فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات من بينها فيتامين ألف وفيتامين ها وفيتامين باء. بالإضافة إلى وجود مجموعة من المعادن والعناصر الغذائية مثل الفسفور والحديد والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس والسيلينيوم. فوائد الذرة الصفراء: تسهم في تجديد طاقة الجسم، تحمي من الإصابة بداء السكري، تساعد في تقليل مستوى السكر في الدم، تساهم في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي وانتشار الخلايا الخبيثة، تساعد في التخلص من أضرار الكوليسترول الضار، تمد الشعر بالعناصر اللازمة له ولحمايته من الجفاف والتساقط، ترفع كفاءة جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، وتغذي الجسم وتزيد من الشعور بالشبع. رجعنا مع بعض مرة تانية مع برنامج نكهة خاصة وهنبتدي نعمل مع بعض الجزء الثاني دلوقتي يا دكتورة. بعد ما حطينا الطبقة الأولى حطينا قطع البسكويت أو زي ما اتفقنا الكيك ونبتدي نضيف الجزء الثاني كده عليه بالشكل ده. الألوان شكلها حلو مع بعض. البسكويت كمان دكتورة وطعم الكيك الشوكولاتة بالذات لما بيكون معاه بيبقى طعمه جميل جدا. الأطفال طبعا بتعشق البسكويتات والحاجات دي. كده ممكن حتى من فوق نزينه شويه بفواكه او ممكن نحط بقى تسيبها تبرد شويه دكتوره. نحط لها مثلا قطع خوخ، قطع فراوله، قطع كيوي، اناناس، كل الحاجات دي ممكن تزينها. ممكن مكسرات زي كده، حاجات شوكولاتات، فارماسيل جزء زي كده
نعملها شويه سكر. ممكن جزء بالشوكولاته الفرماسيل. زي ما حضرتك قلتي برضو ممكن لو عشاق الفواكه ممكن يعملوا جزء من الفواكه. تمام. انا ناس كده. تمام. عندنا اتصال من نجلاء من حلفة. مساء الخير عليك يا نجلاء. عليكم السلام ورحمة. مساء النور. كيفك يا دكتورة؟ الحمد لله بخير. كيف انت؟ كويسة؟ تمام الحمد لله بخير. الحمد لله. سامعينك يا نجلاء، تفضلي. عاوز اسأل يعني البسبوسة الاسفنجية زي ما هو قالوا يعني الطريقة كيف؟ طيب البسبوسه الاسفنجيه انت بتحطي نص الكميه سامولينا ونص الكميه، يعني انت لو عندك فنجالين سامولينا بتحطي فنجال دقيق وفنجال سامولينا، بتطلع معاكي زي الكيك الاسفنجيه. بتزودي معلقه بيكنج باودر كبيره، بس ده الفرق في المعيار عشان تطلع معاكي اسفنجيه. ايوه تمام. اوكي يلا معلش انا عندي ثاني سؤال ثاني. فضلي. بس الكويته بتاعت بسكويتي السمسم اللي هو البرازق. ايوه البرازق. حاضر. بس طبعا لازم تستنى علينا شويه عشان احنا عاوزين نعملها لكم في رمضان، ايه رايك؟ عيوني. حاضر ان شاء الله. حاضر. طيب الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. كانت لا على اتصالك. لا دكتوره زي ما شايفين كده مع بعض، دي شكل الفطيره لما طلعت من الفرن بالشكل ده كده زي ما شايفينها. ده الجبنه ساحت خلاص، خدت الطبقه الحمراء من فوق. هنبتدي تفك الاجناب كده بالراحه. نبتدي نسحب قالب كده. ما شاء الله شكرا. زي ما اتفقنا لما تكون انت هتعمليها في صينيه عاديه من الالومنيوم او صينيه الكيك بتعمليها طبقه زيت خفيفه زي الكيكه بالظبط. أيوة. وتحطي تعفير الدقيق عشان ما تمسك منك في الارضيه. تمام تمام. هنبتدي نقطع كده مع بعض، نوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. طبعا المفروض تبرد شويه عشان نوريكم الشكل. دي وجبه ممتازه دكتوره، ممكن الناس كلها تستعين تعملها في وجبه كامله زي ما شايفين. شايفها؟ ايوه. طبعا بس هي طبعا سخنه ما ينفعش نطلعها كلها دلوقتي، احنا بنحبنا حبينا نوريكم الفكره انها ممكن تتقطع عادي كده بالشكل ده كده. شايفين؟ طبقة بالشكل ده كده. هنبتدي نحطها هنا تبرد شوية. وعاوزين نعمل مع بعض عصير ممكن يكون غريب شوية لبعض الناس لأنه مكوناته غريبة، احنا متعودين دايما بنشرب عصير بالفواكه ممكن البنجر او الفواكه او كده، لكن دي بتديكي فايدة الفواكه بس معمولة بحاجات تانية. تمام. هنشربه حلو لكن هو عصير لكن خفيف وصحي بالذات بيمنع تقريبا الدكتور عن العطش. انا عرفت ان هو معلومات. أيوة. كتير عن الزبادي والحاجات دي. هنشوف مع بعض المكونات بتاع العصير ونرجع مع بعض مرة تانية. رجعنا مع بعض تاني عشان نعمل جزء من العصير. احنا هنعمل الجزء الاول هو عباره عن جزئين عشان يديكي نفس اللون اللي احنا هنختاره دلوقتي، هتبقى الكاس ملون معاكي وفي نفس الوقت هنعمله بشكلين. جزء منه هيتعمل بالبنجر، هنجيب حبات بنجر حبيتين او ثلاثه بنجر نسلقهم ونخليهم مستويين شديد عشان طبعا احنا هنشربه عصير لازم. أيوة. يكون ما زي السلطه بيكون جوي شويه، لا احنا عاوزينه مستوي جامد. ونجيب حبات من الخيار. تمام. بالشكل ده كده نفضي القلب بتاعها ونقطعها ونقشرها طبعا عشان ما يطلع العصير لونه اخضر معاكي. تمام تمام. هيبقى بالشكل ده كده. ده خيار
احنا بس مقطعينه بالطول نصين، مفضيينه بالمعلقه ومقشرين القشره الخارجيه ومقطعينه بالشكل ده كده. تمام، هنضيف مع بعض هنا الزبادي، هنقسم كميه الزبادي اللي عندك على اتنين، جزء يتحط مع البنجر وجزء مع الخيار. تمام، يعني احنا هنعمل خلطتين، اولى مع البنجر والثانيه مع الخيار. هنضيف معاه لبن زياده. تمام، نحط معاه الخيار، كمية بقى اللي انت بتحبيها على حسب بقى ما انت بتحب الخيار كتير. طبعا الخيار بعد شوية هيكون مية، يعني من الخضروات اللي بتبقى غنية جدا، غنية بالمية، سوائل فيها كتيرة. هنحط شوية سكر او عسل زي ما انتوا بتحبوا على حسب الاختيار، شوية سكر كده صغيرين، ذرة فانيليا عشان نشيل النكهة بتاعت الخضار. تمام، نضرب الجزء الاول كده بالشكل ده. طيب كده ده الجزء الاول من العصير، هنبتدي نحط في نص الكاس بس. تمام كده دكتوره، نخلي نص الكاس هو اللي مليان. جيب لك التانيت. ممكن طبعا الخيار ذكرت لكم الفوائد بتاعته قبل شويه، انه هو غني بالسوائل، السوائل فيه كميات كبيره، وفيه كمان نسبه من فيتامين A وكمان فيتامين K، الاثنين فيه او بالاخص فيتامين K فيه عالي اكثر. غني بمضادات الاكسده اللي هي بتكون مفيده لاي زول ممكن يتناول من الخضروات او الفواكه عموما، بتكون غنيه بمضادات الاكسده، لكن في فواكه او خضروات بتكون بتتضارب مع مرض يكون عند الزول، فما اي خضار بيكون بينفع اي زول مريض، وما اي فاكهه بتكون بتنفع اي زول مريض. ان شاء الله دكتوره. كده بضيف بقى البنجر مع جزء اللبن الباقي وجزء النص الثاني من الزبادي. البنجر طبعا غني جدا بفيتامين A، وبالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في ضغط الدم برضه بيظبط ضغط الدم. وبحط برضه بقيه كميه السكر ومعلقه فانيليا برضه صغيره. طبعا اللون احنا عملناه قبل كده عصير البنجر لوحده، ده ممكن يكون غريب شويه لانه طبعا معاه زبادي وجزء ثاني من الخيار احنا عاملينه معاه. هيبقى اللون الفراوله. أيوة. طبعا السكر مع الزبادي والخيار والفانيليا ممكن الناس ما تحس بطعم البنجر نهائي، هو ما ليه طعم مميز عموما، لكن انت وكسرتيه باي حاجه بيكون طعمه مختلف. طبعا كل ما يكون البنجر مستوي جديد ما هتحتاج تصفيه. تمام تمام، هنحط كده في النص بيعمل الميكس بتاع الوان حلو، هيدي الميكس بتاع الالوان طبعا تحت وفوق برضو. تمام، تمام كده احنا حتى العصير بتاعنا بقى جاهز، لكن ما شفنا القيمة الغذائية لأطباقنا اليوم، نمشي نشوف القيمة الغذائية ونرجع تاني.
رجعنا تاني لكل مشاهدينك خاصة، وصلنا للختام وشفنا القيمة الغذائية لكل الوجبات. الوجبات مفيدة جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا زي ما ذكرت لكم قبل عن الفطيرة، وانه الفئة اللي ممكن يتناولوها والفئات اللي ما ممكن يتناولوها. وبنقول لشيف محمد تسلم يدك كثير على الحياة الجميلة اللي بتعملها لنا، وبنقول لكم انتم في امان الله. امان الله، مع السلامة.